أستاذة لطيفة لماليف المديرة الإقليمية بعين الشق تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات. اليوم حنا بصدد لقاء دراسي حول الإعاقة الحصيلة والآفاق، هي فرصة لاستدعينا فيها مجموعة من الخبراء ومجموعة من الدكاترة للوقوف على ما تم إنجازه داخل هذه المديرية من جهة، ولإمكانية التداول في سبل إنجاح هذا الورش اللي كيحظى بأهمية كبرى في القانون الإطار 51/17. لا يخفى عليكم أنه المشروع 4 هو مشروع خاص بهذه العملية هذه، وهو هذا المشروع ديال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة أو في وضعية صعبة أو أطفال ذوي الإعاقة، هو مشروع عرض ثاني. علاش؟ لأنه جميع المشاريع ديال القانون الإطار للعدد ديال 18، وإلا داخل الأهداف ديال كل مشروع كاين الارتقاء بالفرد والمجتمع، ومني كنقولوا الفرد والمجتمع كنقول هاد الوليدات هادو ديال الوضعيات الخاصة. كانت فرصة اليوم أننا تقاسمنا مع الحضور الكريم اللي كانوا فيه ممثلي جمعية آباء وأولياء التلاميذ في الدار الوطنية، ممثلين عن السلطات المحلية، على الأمن الوطني، على الصحة، تقاسمنا معهم ما تقوم به المديرية الإقليمية بهذا الصدد داخل المؤسسة التعليمية، بدءا بالبنية التحتية وتكييفها لهاد الوليدات هادو من خلال خلق ولوجيات تسهل التنقل داخل فضاء المؤسسة، من خلال تكييف المرافق الصحية، من خلال إعطاء الأولوية للأقسام اللي فيها وليدات ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم يكونوا في الطبق السفلي درءا أو منعا لأي حادث أنه ولا صعوبة أنه التنقل داخل المؤسسة، بالإضافة إلى المناهج للتكييفات، وكتعرفوا بأن المناهج ديال الابتدائي كلها تكييفات، وخرج واحد المنهج ديال التربية الدامجة اللي كيحظى بواحد الاهتمام كبير في ما هو بيداغوجي والتكوينات ديال الأساتذة. دونك حنا اليوم تقاسمنا هذا العمل، وكل متدخل الا وغادي يعطينا ما تقوم به السلطه الوصيه اللي كيشتغل معها في هذا الباب، وفي الاخير غادي نخرجوا بمقترحات كيفيه اننا نحسنوا من الاداء ديالنا مع هذه الفئه هذه. دونك حنا كتعرفوا عندنا خمسه الجمعيات شريكه في هذا الباب اللي كتكفل بهاد الوليدات داخل المؤسسات التعليميه، واللي كتصار يا اما على الادماج ديالهم الجزئي او الادماج الكلي مع التاهيل ديالهم النفسي والبسيكولوجي. واليوم كانت فرصه انه اليوم وقعنا شراكه مع المختبر السوسيولوجي ديال جامعه فاس، اللي من خلاله هذه الجامعه هذه غادي تمكننا من نتائج البحوث اللي كيقوموا بها الطلبه والدكاتره في مجال التربيه الدامجه او التكوينات لهذه الفئه وتكوينات الاساتذه داخل المديريه، باش يمكن نطوروا من العمل ومن الاداء.